ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع هذه المناسبة التي تصادف يعني أننا في شهر رمضان وفي ليلة وترية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن ينصر فيها إخواننا المرابطين في غزة. وأن نحن اليوم لنؤكد مرة أخرى أننا مع القضية الفلسطينية، ظالمة أو مظلومة هي ليست وليدة اليوم، وكان مخطط العديد من الحروب الصليبية أوربان الثاني. أيها السادة، وربما يعلم ويعرف الدكتور سامي أننا في الأوراس الأشم، نحن في معقل الثورة الجزائرية والتي ركعت فرنسا وخرجت مذلولة مدحورة بوجود رائحة الحركة، حركة المقاومة الإسلامية. في هذه الأيام المباركات العشر من رمضان الفضيل، في هذه الأثناء أهلنا في غزة يدكون ويبادون إبادة جماعية. هذا البلد الذي قدم كثيرا من التضحيات حتى نجلس هذه الجلسة، فلولا الأثمان التي دفعها الآباء ما استطاع الأبناء أن يجلسوا هذه الجلسة الآن. ولذلك حينما يحتج علينا البعض، الحمد لله رب العالمين، سمع الله لمن حمده. نسأل الله النصر والزر لإخوتنا في غزة إن شاء الله. نشكر جمعية حماس على استقبال هذا الضيف، الله يبارك ما شاء الله. راه القلب حزين، راه القلب حزين عنك فلسطين، وما صبنا منين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم. يأتي هذا الإفطار كما أسلف ذكر أخي هشام دعما لإخواننا في غزة، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول.